Okay, في الانسرشن سورت اتس ديفرنت ا ليتل ديفرنت فروم البابل سورت اند السلكشن سورت. البابل سورت والسلكشن سورت وي اولويز كومبير ايليمنتس اند سواب ذم اف وي نيد تو، يعني نعمل سوابينج بتوين الايليمنتس. اوكي الانسرشن سورت ذا سيم ثينج، راح يستخدم الكومبيرجن between elements بس ما راح يعمل سواب، راح يعمل شيء اسمه اللي هو الكوبينج، يعني بيعمل كوبي للاليمنت. طيب what's the difference، خلينا نفهم بداية the difference between اللي هو الكوبي والسواب. السواب ان احنا السواب بيعتمد تقريبا هو 3 كوبيز، يعني كل سواب هو 3 كوبيز. يعني اذا بدنا نعمل سواب between 2 elements بدنا نعمل كوبي للفيرست element في temporary ونعمل للسكند element في الفيرست element، والفيرست إليمنت بنعمل كوبي من التمبرري للفيرست إليمنت. فكل سواب هي مكونة من 3 كوبيز. اوكي بينما هون بيستخدم فقط الكوبي without swapping، فعشان هيك بنحكي انه حقيقة انه ممكن we can say، طبعا هاي مش مقياس اللي هي 2x fast as the bubble sort، we can say that it's 2 times fast. طبعا dependent على، طبعا دائما انهم دائما dependent على الداتا او على الاري اللي احنا عم نعمل لها سوابينج. اوكي somewhat faster، طبعا اسرع من السلكشن سورت واسرع من البابل سورت. اوكي وفي نفس الوقت طبعا هذا بيجي على حساب انه ايش، انه مور كومبلكس. طبعا هو مش كومبلكس، يعني ستيل ايزي، بس هو مور كومبليكيتد في الامبلمنتيشن من هذول الاثنين، هم البابل سورت والسلكشن سورت. الآن ممكن يستخدم في advanced sorting algorithms. For example في عندي شيء اسمه quick sort، هذا إيش؟ هذا very complicated و advanced algorithm، وأعتقد أنه الـ orientation تبعه مش unsecure، أقل من هيك بكثير اللي هو one for example. فعشان هيك بيستخدم في داخله في أحد الستيجز تبعونه بيستخدم اللي هو insertion sort. خلينا نروح على الانسرشن سورت ونشوف كيف بيشتغل. شوف المبدا تبعه كيف، يعني بالطريقه التاليه، انه احنا في عندنا هذول التيمز اللي اخذناهم طول الشابتر، اند وي نيد تو اللي هو نعملهم سورتنج او نرتبهم حسب السمولست، بعدين ايش التولست، بعدين التولر تولر 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 لما نوصل اخر واحد يكون ايش اللي هو التولست. يعني ايش from smallest to largest، خلينا نحكي في increasing order. فاذا لو جينا طلعنا على هذه الري حقيقه بنلاقي انها sorted، يعني حقيقه يعني الهالف تبعها لحد هون sorted، فهذول كل الايمنتس sorted وبس عندنا هذول الايمنتس not sorted. عشان هيك الانسرشن سورت will take advantage from this. How كيف بيشتغل الانسرشن سورت؟ خلينا نركز بس بالفكره انه نيجي على ذا فيرست اليمنت وبنعتبره انه هذا ايش سورتد. اذا الاري حقيقه يعني افتراضيا او خلينا نحكي انه فيرتشوالي او لوجيكلي بنعتبرها انها عباره عن ايش ديفايدد انتو تو بارتس، البارت الاول اللي هو سورتد والبارت الثاني اللي هو ان سورتد. طبعا في البدايه يعني when we start sorting الاري وي اسيوم انه البارت الاول مكون من الفيرست اليمنت اونلي، يعني انه في عندي اري منفصله مكونه سيبريتد مكونه من اونلي وان اليمنت اللي هو الفيرست اليمنت. اوكي هذا سورتد باي سيلف، يعني لانه ايش حقيقه هو اري مكون من وان اليمنت فهو سورتد، والجزء الثاني من الاري هو باقي الاليمنتس ذا ريست اوف اليمنتس، هذول كلهم ايش نوت سورتد. فاذا هذا اول اليمنت سورتد. اوكي معناته ايش بدنا نسوي في الانسرشن سورت، بننتقل للاليمنت اللي بعده وبنحاول نعمل له سورت مش بالنسبه للاري، بالنسبه للسورتد بارت، يعني بالنسبه للاليمنتس اللي قبله البريفيوس اليمنتس. فبنلاحظ انه ايش بنيجي على هذا اللي هو لارجر ذان ذا فيرست اليمنت، اذا ما في داعي نعمل كوبي من هنا فروم ذا اللي هو سكند اليمنت وحطه محل الفيرست اليمنت. لاحظ انه هون قاعد بحكي كوبي مش سواب، يعني هون انا باخذ هذا اوكي بعمل له كوبي في التمبراري وبقارنه، هل اني انا هل هو اقل ولا اكبر من الفيرست اليمنت؟ اكبر، فاذا راح يظل ماخذ مكانه الطبيعي.
لأن هذه إيش الباس الأولى. إذا الباس الأولى صارت مكونة من إيش، من two parts of the array. يعني كأننا فصلنا الأريه إلى two parts. البارت الأول اللي هو first two elements هذولا sorted، وهذولا كلهم إيش نعتبرهم unsorted. وبنيجي نبلش على الإليمنت الثالث. طيب أوكي، الإليمنت الثالث بدنا نعمله sorting بالنسبة للبريفيوس. بنيجي إيش بنقارنه مع البريفيوس إليمنت directly adjacent له. بنلاحظ انه جريتر او ايش تولر او لارجر من هذا الاليمنت، فاذا ايش راح يظل موجود في نفس المكان. اوكي، فاذا الباس اللي هي الثانيه راح ترتب لي ايش الاليمنت الثالث. الاليمنت الثالث will be sorted بهذه الطريقه، والاليمنت هذا ما راح يكون في عليه تغيير لانه حقيقه sorted بالنسبه للاليمنت اللي قبله، وهذا ما راح يكون في عليه تغيير، وهذا ما راح يكون في عليه تغيير. لان هون في فكره، في ايديا في الانسرشن سورت انه عم ياخذ ايش ادفانتج من السورتد بارت اوف ذا اري. يعني اذا الاري فيها بارت جزء منها سورتد، معناته احنا ما في داعي نعمل ولا شيء. فعشان هيك ايش هذا بقلل الكومبلكسيتي او اللي هو البيج او او الران تايم تبع مين، تبع اللي هو الالجوريثم. لاحظوا راح يظل شغال بهذه الطريقه لحد ما يوصل لعند هذا الاليمنت. اوكي، لما يوصل في احد الباسز لعند هذا الاليمنت راح يعمل له كوبي لهذا الاليمنت، راح يشيله، خلينا نحكي يشيله، يعمل له كوبي في التمبرري، ويجي يقارنه في الاليمنت اللي قبله. طبعا هذا الاليمنت اللي احنا بنعمل له سورتينج اللي هو الاليمنت، خلينا نحكي 1 2 3 4 5 6 الاليمنت السابع، هو ايش سمولر من الاليمنت اللي قبله. عشان هيك ايش بنعمل له ايش ريموف، بنعمل له كوبي وبنحرك الاليمنت هذا ايش مكانه. اوكي، بنعمل له شيفتينج. بعدين ايش بنقارنه مع اللي قبله، الاليمنت اللي هو اللي احنا اخذناه اللي هو ايش حطينا عنده نقطه او اخذناه او عملنا له كوبي، هذا الاليمنت. بعدين بنقارنه مع اللي قبله، بنلاحظ انه سمولست، فاذا هذا ايش بنعمل له ايش شيفت للي بجنبه. فاذا ايش بعدين بنقارن مع هذا الاليمنت، بنلاحظ انه ايش هذا الاليمنت لارجست، فاذا بنعمل له شيفت مكان هذا. فبنيجي بنعمل ايش كومبير، بنلاحظ انه هذا ايش لارجست من هذا الاليمنت اللي هو اللي احنا عملنا له كوبي في temporary. فكونه لارجر من هذا فبنحطه في المكان الفاضي اللي وصلنا له اللي هو هون. فاذا ايش بصير عندي الاليمنت بصيروا بهاي الطريقه، وهذا الاليمنت بيكون ايش ترتب في مكانه بالنسبه للسورتد اري. فبصير الاري سورتد until this point، وهذا الجزء اللي not sorted. اذا we apply the same thing، بنيجي على هذا الاليمنت وبنعمل له كوبي، بنشيله بنحطه في temporary storage، وبعدين نبلش نقارن بين compare بالبريفيوس سمولر منه، اذا نعمل لهذا ايش شيفت، سمولر من هذا بنعمل لهذا شيفت، سمولر من اللي بعده بنعمل له شيفت، سمولر من اللي بعده لحد ما نشوف واحد اكبر منه، فاذا بنوقفه بنحطه في المكان اللي وصلنا له. اوكي، فاذا هذه الفكره العامه تبعت اللي هو الانسرشن سورت. ليش سميناه انسرشن سورت؟ لانه حقيقه احنا يعني بناخذ element ونعمل له كوبي، وبعدين ايش بنضل نعمل في البريفيوس بنعمل سيرش او كومبير لما نوصل ايش اللي هو اللوكيشن اللي لازم يكون فيه، وبنعمل له انسرت في هذا اللوكيشن. عشان هيك صار اسمه ايش الانسرشن سورت. اوكي، ليتس ابلاي ذس ايديا على الاري هذه اللي قدامنا اللي هي مكونه من الاليمنتس اللي شايفينهم قدامكم، اللي في عندي فور اكزامبل هذه طبعا 4 3 2. فاذا هذه not unsorted array. ليش unsorted array؟ لأنه حقيقة نحن 4-3-2، يعني تقدرش تحكي إنه هي في ال decreasing من الأكبر للأقل، لأنه إيش في عندك كونه 4-3-2 بعدين بيطلع على 10، فإذا إيش هي مش في ال increasing ولا في ال decreasing، يعني لا بتبلش من الأقل للأكبر ولا بتبلش من الأكبر للأقل، فإذا هذه unsorted array. طيب إذا how to apply the insertion sort على هذه الأري؟ زي ما يعني في كل اللي هم الالجوريثمز اللي اخذناهم سابقا، في عندي باسز، الباس الاولى ايش بتسوي، والباس الثانيه والباس الثالثه والباس الرابعه. فاذا الباس الاولى على هذه الاري كيف راح تكون؟ زي ما حكينا انه ايش في اكزامبل او في بريفيوس سلايد، انه بنعتبر انه اول اليمنت اللي هو الفور سورتد، يعني ايش اللي في الاحمر هذا ايش هذا سورتد. فإذا هذه ايش؟ أول جزء سورتد، الأربعة سورتد أو الإليمنت اللي في البوزيشن زيرو سورتد، وهذولا كلهم أنسورتد، هيك بنعتبرهم.
طب ليش سورت اللي اعتبرنا الأربعة؟ لأنه حقيقة هي يعني قسمنا وكأن قسمنا الأري إلى جزئين، الأربعة من حالها وهي سورتد باي سيلف، لأنه ما فيش شيء لا قبلها ولا بعدها، بنعتبرها أري باي سيلف، فهي سورتد. هذول كلهم ايش؟ ان سورتد. طيب الآن الباس الأولى شو بتسوي؟ باجي بعلم الإليمنت اللي بعده اللي هذا في الأخضر، وبحاول أعمل له ايش؟ انسرت في البوزيشن تبعه في اللي هو السورتد بارت اوف ذا اري. فاذا شو بدي اسوي؟ الثري بعملها كوبي في التمبرري، اذا بعمل كوبي لها اللي هي الثري، فصار عندي نسخه من الثري كوبي في التمبرري. وباجي هنا بقارن مع الاربعه، الثري از ليس ذان فور، معناته الثري حقيقه لازم تيجي ايش؟ قبل الفور. فشو بسوي في الفور؟ بعملها شيفتنج رايت. فالاربعه شو بدها تعمل؟ نعملها شيفتنج، يعني اللي موجوده في الزيرو اللي هي في الاري 0 وين بدها تصير؟ في الاري 0 بلس 1، يعني في الاري 1. فاذا اللي محل الثلاث شو بده يصير؟ اربعه. طيب الثلاث موجوده عندي في التمبرري، بعدين انا وصلت لوين؟ للبوزيشن 0. بما اني وصلت للبوزيشن 0 معناته خلاص لازم اوقف، لانه ما ضل في اليمنتس اقارنهم، فاذا ال 3 راح تكون في البوزيشن 0. اوكي؟ فاذا هاي الباس 1، الباس 1 الثلاثه راح تصير محل الاربعه، والأربعة عملت لها شيفتنج. لاحظوا هذا مش سوابينج، أنا عملت كوبي وعملت شيفت للأربعة، وبعدين عملت بيست للثري محل الأربعة، صار عندي الثري والفور هذول إيش؟ سورتد. إذا الأري صارت عندي بعد الباس الثانية، طبعا هاي الباس الثانية اللي بنحكي عنها اللي هون، طبعا هي عم نشتغل هون هسا الباس 3 اللي هو كيف بدنا نحرك الاثنين، بينما شكلها في الباس 2 بأفتر باس 2 بهذا الشكل 3 and 4 هذول إيش؟ السورتد بارت اوف ذا اري، بنعتبرهم هذول ايش؟ اري منفصله، وكانه ايش؟ كانهم اري من حاله 3 وال 4 سورتد، والاثنين وال 10 وال 12 وال 1 وال 5 وال 6 هذول كلهم ايش؟ بنعتبرهم ان سورتد بارت اوف ذا اري. عشان هيك ايش؟ بننفذ نفس اللي هو بنتابع بنفس الطريقه، انه بنيجي على اخر اليمنت وصلنا له اللي هو ايش؟ اللي هو طبعا عملنا سورت اللي هو بوزيشن 1، الان ايش؟ بدنا نيجي للبوزيشن 2 اللي هو الاندكس 2. الاندكس 2 موجود فيه الاليمنت 2، فاذا الاليمنت 2 بعمل له ايش؟ كوبي، يعني ايش؟ باخده بشيله من الاري، ببلش اعمل سيرش على ايش؟ على اللوكيشن تبعه في السورتد بارت اوف ذا اري. فال 2 باجي بقارنها مع الاربعه، ال 2 ليس ذان 4، عشان هيك يعني في السورتنج لازم يكون موقعها قبل الاربعه. فشو بعمل في الاربعه؟ بعملها شيفتنج. كيف بعملها شيفتنج؟ بعملها بخلي فور اكزامبل اللي هو طبعا الاري الاندكس تبعها كم هون؟ الاري 1 ايكوال الاري اللي هو سوري الاري اللي هو 2 ايكوال الاري 1. فاذا الاربعه راح تصير وين؟ بعملها شيفتنج بصير محل 2. طيب الاثنين صارت لساتنا ما حطيناها محل الاربعه، بنقارنها مع الاليمنت اللي قبل الاربعه اللي هو 3، ال2 less than 3، اذا ال3 بنعملها شيفتنج كمان. فبنعملها ايش؟ الاري 1 ايكوال الاري 0، صارت الثلاثه وين موجوده؟ محل الاربعه. اذا وصلنا بدايه الاري الزيرو، لما نوصل لوكيشن 0 بنوقف، فبنحط الاليمنت اللي احنا عم حاطينه في التمبرري اللي هو قيمته كم؟ 2. فاذا راح يصير قيمته وين موجود؟ في الاثنين في البدايه. والثلاثه عملنا لها شيفتنج صارت هنا، والاربعه عملنا لها شيفتنج صارت هنا. اذا ايش اللي صار عندي الان؟ سورتد، صار فيني 2 وال 3 والفور، هاي البارت اوف ذا اري ار سورتد، هذول الاليمنتس لساتهم نوت سورتد. اذا وصلنا وين؟ عند ال 10. اذا بنعلم ال 10، نعمل كوبي لل 10 في تمبرري، ونبلش نشتغل بنفس المبدا. هل ال 10 اقل من الاربعه؟ فولس، طبعا ال 10 اكبر من الاربعه، عشان هيك ال 10 مش لازم تكون قبل الاربعه، لازم تكون بعد الاربعه، عشان هيك راح تضل في نفس الموقع تبعها. يعني ما في داعي اني اكمل، خلص بما انه اللي قبلها يعني موقعها هي بالنسبه للي قبلها افتر، راح تضل افتر. فعشان هيك ايش؟ الباس هذه راح يكون النتيجه تبعتها 2 3 4 10. لاحظ انه ال 10 ما عملناش عليها اي تغيير، ليش؟ لانه حقيقه موقعها بالنسبه للسورتد بارت اوف ذا اري هو ايش؟ افتر 4. فعشان هيك راح تضل ال 10 محل ال 4. اوكي؟ طيب الآن بنيجي على 12 في هذه الباس اللي بعدها، نفس المبدأ ال 12 اللي بدنا نقارنها في السورتد بارت اوف ذا اري. طبعا ايش هو السورتد بارت اوف ذا اري في هذه اللحظة؟ at this instance اللي 2
وال3 وال4 وال10. طيب نيجي على ال12 بدنا نحطها في السورتد بارت. طب ال12 ايش بنقارنها مع مين؟ بنعملها اول شيء كوبي في temporary. عشان ليش انا بحكي بنعملها كوبي في temporary؟ عشان تفكر انت في الامبلمنتيشن مسبقا، يعني كيف بدك تعملها في الجافا بروجرامينج. بحطها في بعمل كوبي، بعمل لها كوبي، وبعدين بقارنها مع الاليمنت اللي قبلها ال 12 greater than 10، معناته هي اصلا تيجي بعد ال 10. فاذا ما في داعي اني ايش احركها، بخليها في مكانها. فاذا ايش هي sorted already بالنسبه لمين؟ هي sorted بالنسبه لكل الاليمنتس اللي قبلها اللي هو ال sorted part في داري. اذا ايش ال sorted صاروا عندي حتى هذه اللحظه؟ ال 2 وال 3 وال 4 وال 10 وال 12، هذول ايش كلهم sorted part في داري. هذول الجزء اللي ضل ال 1 وال 5 وال 6 هذول لساتهم unsorted. اذا ايش بشتغل على الاليمنت اللي بعده مباشره اللي هو ال 1. ال 1 هذا نعمل له كوبي في temporary. ايش يعني temporary؟ يعني نحطه في variable، بنخزنه في variable احتياطي. ليش بنحطه بنخزنه في temporary؟ لانه يمكن نغير ايش نحط محله، ايش نعمل shift للإيمنت اللي قبله. عشان هيك بدنا نرتب ال 1. شو بدنا نرتب ال 1؟ نحطها في temporary. اذا خطوات الستبس we store it في temporary storage، بنحطها في temporary variable ال 1 وبنقارنها مع ال 12. ال 1 is less than 12، معناتها ال 1 بتيجي قبل ال 12. فاذا شو بنسوي في ال 12؟ نعملها شيفت محل ال 1. فاذا ايش؟ راح نعمل شيفت لل 12 وتاخذ مكان ال 1 زي ما احنا شايفين. طيب هل بنوقف؟ لا، بنيجي بنقارن ال 1 مع ال 10. ال 1 is less than 10، معناته ال 10 بنعملها شيفت، فصارت ال 10 ايش؟ اخذت مكان ال 12. طيب معناته ال 1 حقيقة صارت يعني لساتها temporary واحنا وصلنا هنا. فاذا بنيجي بنقارن ال 1 مع ال 4. ال 1 is less than 4، يعني ايش؟ لازم تكون قبل ال 4. فال 4 بنعملها ايش؟ شيفت. صارت عندي ال 4 هون مكان ال 10. فبنيجي على ال 1 بنقارنها مع ال 3. ال 1 is less than 3، فمعناته ايش؟ بنعمل شيفت لل 3 فصارت اخذت موقع ايش؟ ال 4. لان ال 1 مع ال 2، ال 1 is less than 2، فبنعمل شيفت لل 2 فصار اخذت مكان ايش؟ لل 3. بما اني وصلت نهايه الاري، يعني ما ضل في، يعني وصلت البوزيشن 0، اذا اي ويل ستوب وبعمل بيست للكوبيد ايتم اللي هو ايش؟ ال1. فصارت ال1 ايش؟ موجوده هون. طيب بس دقيقه هسه بعطيك، خليك تسال. اذا شو صار في عندي سورتد؟ ال1 وال2 وال3 وال4 وال10 وال12، هذول كلهم ايش صاروا؟ سورتد بارت اوف ذا اري. يس بليز. نقدر نحكي انه انسيرش انه انا بظلني ابدل الاليمنتس، لا يعني مثلا كل شيء معلي، يعني كل ما اقارن اثنين برجع، صح؟ عشان هيك سموه انسيرشن، انه تبديل او ارجاع. انسيرشن انه طلع انه مثلا الواحد هاي انا عملت لها ايش؟ كوبي. بس وين بدي اعملها انسرت؟ بدي ادور على اللوكيشن تبعها، بقارنها مع اللي قبلها اقل، اذا هاي بعملها شيفت. اقل من الواحد اقل من العشره، بعمل العشره شيفت. اقل من الاربعه، الاربعه ايش بعملها شيفت. اقل من الثلاث، الثلاث بعملها شيفت. الواحد اقل من الاثنين، الاثنين بعملها شيفت. وصلت البدايه بعمل بيست، يعني ما في سواب. اذا بضل ارجع في الاليمنت لما ادور على البوزيشن تبعه وبحطه فيه. اوكي طيب الفكره بهاي الطريقه، انه الان احنا صارت عندي البارت اللي هو مرتب ال1 وال2 وال3 وال4 وال10 وال12. اذا بنيجي على الاليمنت اللي بعده، صارت عندي هذول كلهم ايش؟ سورتد بارت اوف ذا اري. طب الخمسه كيف راح نتعامل معها؟ مين بيحكي لي؟ اذا بنعمل كوبي للخمسه، بنحطها في temporary storage، بعدين بدنا نبلش. يس، بناخذ الخمسة. إذا مكان الخمسة صار الآن يعني فاضي، يعني مكان نخزن نعمل shift زي ما بدنا فيه. فإذا بناخذ الخمسة وكأن عملنا لها remove، عملنا لها copy في temporary، وبنقارن الخمسة مع ال 12. خمسة أقل من ال 12 يعني لازم تيجي قبلها، فال 12 بنعملها ايش؟ ما في swap عندي هنا. ال 12 بنعملها shift، يعني ايش؟ بنعملها shifting بتصير محل الخمسة. طيب الخمسة أقل من العشرة يعني تيجي قبل العشرة، إذا العشرة بنعمل لها شيفت فراح تيجي محل 12. طيب الخمسة أكبر من الأربعة، مش أقل، أكبر من الأربعة، فهي لازم تيجي بعد الأربعة. لاحظ إنه هون العشرة بعد ما عملت لها شيفتينج محلها فاضي، فإذا الخمسة بحطها محل إيش؟ العشرة، وبوقف. فإذا شو اللي صار؟ إنه صارت عندي ال1 وال2 وال3 وال4 وال5 وال10 وال12، هذول كلهم ايش؟ سورتد.
الآن بما أني عملت sorted لكل الإليمنت ظل عندي آخر إليمنت برضو لازم أعمله sorting له 6. كيف مشتغل 6؟ مين بحكي لك كيف راح نشتغل 6 في هاي الباس؟ طب نعلم الإليمنت، طبعا هذا كله sorted صار في عندي ما عدا بس زي الستة. إذا شوف temporary position، إذا أول شيء بناخذ الستة وكأنك أنت أخذتها ومسكتها، أنت يعني هيك شلتها من الأري ومسكتها وبلشت تقارنها مع اللي قبلها. طيب الآن الستة هيها أنا عاملها كوبي وموجودة معي in my hand، أعتبر أنك حاطها في إيدك. أوكي الستة أقل من 12، أقل من 12 إذا لازم من 12 إيش تكون قبل ال 12. إذا إيش ال 12 بعملها شيفت، إيش يعني شيفت؟ بحطها إيش، بزيحها على اليمين، بخزنها في البوزيشن اللي بعده. ف 12 أخذت محل الستة. طيب الستة أقل من العشرة ترو، إذا إيش لازم تكون قبل العشرة، إذا العشرة بعملها شيفت تأخذ محل 12. طيب الستة أقل من الخمسة لا فولس، إذا ما إذا إيش بحطها في المكان الفاضي، المكان الفاضي اللي عملت له شيفت آخر شيء إيش هو اللي هو المكان العشرة، فهي راح تأخذ مكان العشرة. لاحظوا إن العشرة عملت لها شيفت محل 12 وال 12 عملت لها شيفت محل ستة. فأنا هنا لما وصلت عند الخمسة خلاص بوقف وبحطها محل، ما بحطها محل الخمسة، بحطها محل الإليمنت اللي عملت له شيفتنج اللي هو كم العشرة، فإذا صارت إيش محل عشرة. اطلع كيف الاري صارت عندي هنا 1 2 3 4 5 6 10 12، اذا الاري سورتد. ايش الـ ايش الـ الفكره هنا؟ الفكره انه احنا بناخذ الاليمنت وبنقارنه مع اللي قبله وبنعتبر انه اللي قبله كله سورتد وبنحطه في البوزيشن اللي هو في السورتد بارت اوف ذا اري، وبعدين بنبلش في الاليمنت اللي بعده واللي بعده واللي بعده لنهايه الاري. طيب مين في عنده اي سؤال او كويشن على هاي الفكره تبعت الانسرشن سور؟ دكتور بنقدر يعني هو بالنسبه للتمبوري انسيرش يعني بنقدر نحكي انه هو اكثر من واحد ولا هو بس واحد؟ لا التمبوري احنا بنحط فيه الاليمنت اللي بنشتغل عليه، احنا كل باس بنشتغل فيها على 1 اليمنت. يس احنا بنحط فيه بس الاليمنت اللي احنا عم نشتغل عليه حاليا، يعني بس واحد سواء يس كان بس وان إليمنت خمس يعني يس يعني فور اكزامبل احنا بنعتبر اول واحد سورتد اللي هي الاربعه، بعدين بنيجي على ايش؟ على الثلاثه، اذا هذا ايش؟ تمبرري ثلاثه، بناخذه تمبرري بنشيله من الاري وبدنا نحطه في اللي قبله في المكان المناسب اللي قبله في السورتد بارت. الثلاثه اقل من الاربعه، اذا الاربعه بنعملها شيفت، اذا صار ايش؟ وصلنا عند الزيرو ما فضل فيه اليمنتس، فاذا بنحطه في محل الاربعه صار عندي 3 4 سورتد. إذا بنيجي على اثنين بنعملها ايش؟ بناخذها temporary بنعملها ريموف بنشيلها من الاري وبنحاول ايش؟ نرجع لورا، الاثنين اقل من الاربعه يس، اذا بنعمل شيفت الاربعه محل اثنين، الاثنين اقل من الثلاث يس، اذا بنعمل شيفت للثلاثه محل الاربعه. اذا ايش؟ وصلنا عند البوزيشن زيرو فالاثنين ايش؟ حطيناهم صار عندي 2 3 4. الان بدنا نشتغل على الايمنت اللي هو اللي بعده اللي هو كم قيمته 10. نفس المبدا نشيل ال 10 بدنا نحطها في السورتد بارت اوف ذا اري، بس حقيقه ال10 مش less than 4 greater than 4، هي سورتد اري اذا هل في داعي اقارنها بهم كلهم؟ وكلهم هذول راح يكونوا اقل من الاربعه، بما ان ال10 اكبر من الاربعه راح تكون اكبر منهم كلهم، فعشان هيك راح تضل في نفس المكان. فاذا بنعملها كوبي بنرجع بنعملها بيست في نفس المكان الموجود فيه، صارت عندي ال2 وال3 وال4 وال10 هذول هي سورتد. نفس الشيء 12 ما في داعي اغيرها لانه ال12 بعملها كوبي، بس حقيقة لما اجي اقارنها مع اللي قبلها هي اكبر، فاذا هي موقعها هي بعد ال10 فخليها في مكانها. في الواحد، الواحد هنا لا بيختلف الوضع، بشيل الواحد بحطه في التمبرري، الواحد اقل من 12 ترو، اذا 12 بعملها شيفت بصير محل الواحد. طيب الواحد اقل من 10 ترو، 10 بعملها شيفت صارت محل 12، الواحد اقل من 4 اذا برجع على كل الايفنتس وبضل اعمل كومبير لما يا ما اوصل بدايه الاري اللي هو البوزيشن 0 بحط فيها الواحد، او اني الاقي اليمنت اللي هو فور اكزامبل اللي هو زي الفايف اللي هو يكون ايش اقل من اللي هو التمبرري اليمنت 6، يبقى اني هون عند الفايف بوقف ما في داعي اروح لانه حقيقه ال6 لازم تكون بعد الفايف. عشان هيك بما اني انا كنت انا عملت 12 عملت لها شيفتنج محل ال6 وال10 محل 12 صارت ال6 محل ال10 فطلعت عندي بهذا الشكل. اوكي مين في عنده اي سؤال كمان على هذا على الفكره تبعت الانسرشن سورت؟ الانسرت انك بتاخذ اليمنت
وبتحاول ترتبه في اللي هو في الإليمنتس اللي قبله مش في اللي بعده. أوكي يعني في ورق في كل اشتغلنا فيه ممكن نشتغل في الإليمنتس اللي بيكونوا ليتر، فبنرجع لورا وبنقارن. أوكي طيب خلينا نشوف ناخذ اكسرسايز. أول شيء طبعا هاي الأري موجودة عندنا فور إكزامبل، يس هذه هي الأري الموجودة قدامنا. الآن لو بدنا نعملها سورتينج اللي هو انسرشن سورت، مين بحكي لي الباس الأولى كيف راح تكون؟ أول إيمنت ما في دكتور. أول إيمنت اللي هو 30 بنعتبرها إيش ال 30 هذه؟ بنعتبرها إيش؟ سورتد، يس؟ ال 30 بنعتبرها سورتد، بعدين بنيجي على إيش؟ على الإيمنت اللي بعده الباس اللي هي الباس اللي بعدها. بنيجي على ال 45، ال 45 بنشيلها بنحطها في تمبرري، هل هي أقل من ال 30؟ لا طبعًا، عشان هيك ما في داعي، ما في داعي إن نغيرها، راح ولا نعمل شيفتنج. فعشان راح تظل وين موجوده في نفس الموقع تبعها. اوكي باقي لي الايمنتس راح يضلوا ايش زي ما هم، ما يتغير عليهم الشيء. بس ايش اللي بدنا نشتغل عليه الان؟ هذول صاروا سورتد، شوف الاري صارت تو بارت سورتد، والان بدنا نشتغل على اي ايمنت اللي هو بدنا نشتغل على الايمنت اللي هو خلينا نحكي الايمنت الثمانيه. اوكي الان كيف بدنا نشتغل على الثمانيه؟ بناخذ الثمانية بنحطها في temporary أقل من الخمسة وأربعين، ما توش الخمسة وأربعين لازم نعملها shifting، yes. كيف راح تشتغل بهاي الطريقة؟ إنه حقيقة راح أجي هنا مرتين دكتور، yes. يعني هنا إيش؟ بما إنه الثمانية أقل من الخمسة وأربعين، ما إيش؟ الخمسة وأربعين راح تصير محل الثمانية، بعمل shift one position للخمسة وأربعين. طيب أوكي بعدين إيش باجي هنا؟ طبعا ايش شايف جالس ما هون اكتب، طبعا هذه ايش راح تكون 45 اللي هي ايش راح نعملها هون فور اكزامبل اللي هي شيفتنج بهي الطريقه، لان الثمانيه از ليس ذان 45 معناته 45 راح تاخذ مكان الثمانيه. طب هو لاحظ عندي انا الثمانيه انا عاملها كوبي، لان الثمانيه بدي اقارنها في ال 30، الثمانيه او الايت ليس ذان 30، فاذا هون حقيقه قبل بعمل شيفت لمين؟ لل 30. طيب الان ايش اللي صار؟ اخر اليمنت الان وصلت عند البوزيشن 0، بما اني وصلت عند البوزيشن 0 ما ضلش في شيء اقارنه، فعشان هيك بحط ايش؟ الثمانية. في النتيجه النهائيه الاليمنتس كيف راح يكونوا؟ بهي الطريقه، الثمانية وين موقعها راح يكون؟ اللي هي راح يكون موقعها زي ما حكيت اللي هي اول شيء، يس. اوكي؟ الان شو اللي صار؟ صارت عندي هذول 3 اليمنتس هذول sorted من الري، الثري إليمنتس هذول كلهم ايش؟ sorted. طيب الان عمي بدي اشتغل الان، طبعا هون لازم احطهم ايش؟ خليهم احمر عشان تعرف انهم sorted اللي هي sorted. طيب الان على مين بدنا نشتغل الان؟ على الإليمنت اللي بعده اللي هو كم الإليمنت اللي هو 204 اللي خلينا نظل زي ما هو، اللي هو بدنا نلونه في الاخضر عشان عم نشتغل عليه احنا. فال 204 ما لي علاقه في اللي في اللي في هذا، بعتبره كل لو ان سورتد، انا بشتغل في اللي قبل، فباجي على 204 بقارنها في 45 اكبر، فاذا راح تضل ايش في نفس المكان، فاذا ايش هي سورتد اوريدي. اوكي طيب باجي على الباس اللي بعدها، هذول كلهم ايش صاروا ايش سورتد؟ هذول سورتد بارت اوف ذا اري. هذا السورتد بارت ايش اللي بدنا نشتغل عليه الان؟ اي اليمنت بدنا نشتغل الان؟ بحكي لي اللي هو ايش؟ 165، يس. ال 165 دكتور، يس. اذا ال 100 قارنه مره واحده، يس. ال 165 اذا ايش؟ خلينا لونه في الاخضر لان بدي اعلمه، لان هو بدي اشتغل عليه هو، لان بشتغل على اليمن 165. ال 165 بعمل له كوبي وبقارنه مع اللي قبله اقل، فاذا حقيقه راح ياخذ مكانه ايش؟ ال راح ياخذ مكانه مين؟ اللي هو 204. اوكي راح يكون ايش مكانه؟ راح نعمله شفتين، راح نعمله كويك. طيب ال 165 جريتر ذان ال 45، بما انه جريتر خلص اي ويل ستوب وبحطه في المكان اللي وقفت فيه، لان البوزيشن هذا صار ايش فاضي، اذا بحط ال 165. اذا النتيجه ايش صارت عندي؟ الاريه مكونه من السورتد هذا بار، وعندي هذول كلهم هذول ايش مالهم الان؟ نوت سورتد. طب على اي ايمنت بدي اشتغل الان؟ على الإليمنت اللي هو ايش؟ 95. طيب 95 كيف بدي اشتغل فيه؟ 95 less than 24،
اوكي فاذا ايش طبعا ال 95، فاذا ال 95 less than 204، فاذا 20 او 204 بعملها شيفت. ال 95 less than 165 بعملها شيفت. ال 45 ال 95 greater than 45، اذا ايش بحطها محل ال 165. وحقيقة كيف راح يكون بعد الباس هذه، كيف راح يكون شكل الاريه؟ انا هون قاعد بشتغل على مين؟ على هذا الاليمنت على ال 95. كيف بده يكون شكل الاري؟ اول ايمنت ايش راح يكون؟ طبعا اللي هو 8 متفقين عليه سابقا، اللي بعده راح يكون 30، اللي بعده راح يكون ايش 45، اللي بعده ايش راح يكون اللي هو 95، اللي بعده ايش 165، اللي بعده راح يكون اللي هو 204. احترق قاعد بشتغل على اللي قبل، يعني ما لي علاقه في اللي بعد. الآن إيش صارت اللي هذه إيش خلصنا منها اللي هي ال 95 عملنا لها سورتينج. الآن عميل راح نشتغل على 28. طيب 28 كيف بدنا نشتغل فيها؟ بدنا إيش الآن هاي 28 عندي هنا، خلينا نعلمها في الأخضر راح نشتغل عليها هي الآن حاليا. We are working on 28. الآن كونه بدنا نشتغل على 28 لازم نقارنها مع ايش؟ نعمل كومبير مع الاليمنت اللي قبلها. وش نعملها؟ كوبي في تمبرري. طبعا هي موجوده معي الان مش موجوده في البوزيشن تبعها، عملت لها كوبي عشان ايش؟ ما يضيعش المكان تبعها. الان 28 مع ال 204، 28 ايش؟ ال 28 less than 204 او اقل من ال 204. عشان هيك ايش اللي راح يصير؟ انه راح ياخذ مكان. طبعا انا عملت لها ريموف، اخذتها حطيتها في تمبرري. الان ال 204 ايش راح تصير؟ راح تاخذ محل الثمانيه اللي هي 28. طيب 28 بقارنها مع ال 65. طبعا ال 65 ايش مالها؟ اكبر اللي هي، او ال 28 اقل من ال 65، فال 65 راح تاخذ ايش؟ المكان، نعملها شيفتنج. طيب 28 مع ال 95، طبعا ال 8، طبعا ال 28 موجود عندي في التمبرري، 28 مع ال 95 اقل، فاذا ال 95 بعملها شيفتنج على الايفنت اللي بعده. ال 28 مع ال 45، طبعا ال 45 ايش؟ ال 28 اقل، فاذا ال 45 شو بدي اعمل؟ بعملها شيفتنج مع الاليمنت اللي بعده. طب ال 28 مع ال 30 اقل، 28 اقل من ال 30، عشان هيك لازم تكون ايش؟ اقل من ال 30، فشو بسوي بال 30؟ بعملها ايش؟ شيفتنج على البوزيشن اللي بعدها. لاحظ انه هذا البوزيشن صار فاضي. يعني دائما لما اعمل شيفتنج البوزيشن بيكون فاضي. الان طلع ال 28 بدي اعملها ايش؟ كومبير مع الثمانية، لا ال 28 اكبر من الثمانية، فاذا وين بحطها حقيقة؟ بحطها بس الاقي ايليمنت اقل منها بحطها في المكان الفاضي اللي وصلت فيه اللي هي 28. فاذا صارت ايش هون؟ اذا انا بضل اعمل ايش؟ اللي هو كومبير، بوقف في حالتين، يا اما بوصل للبداية وبحطها في البداية، يا اما بلاقي ايليمنت اقل منها وبحطها في المكان الفاضي اللي وصلت له. طب المكان الفاضي هذا من وين اجى؟ من عمليه الشيفتنج لهذول الاليمنتس. اوكي، فلاحظ انه هذا البارت كله صار ايش؟ صار اللي هو البارت هذا صار كله ايش؟ اللي هو سورتد. طيب مين بحكي لي كيف بدنا نعمل سورتنج لل 180؟ الان هون ايش بدنا نضيف؟ يس بتعمل شيفتنج لل 204 وال 165، بعدين بتصير بين 195 و 165. اوكي، ال 180 يعني بسيط جدا، بنعملها ايش؟ وكان عملنا لها ايش؟ ديليت، يعني بنعملها ايش؟ كوبي. هاي ايش؟ كنترول، انا عملت كنترول اكس مش كنترول كوبي. الان باجي 180، هل هي اقل من 204؟ يس. اذا شو بدي هون اعمل؟ شيفتنج لل 204. اوكي طيب، بما اني عملت شيفتنج 204، هل اللي هي ال 180 اقل من ال 165؟ لا. اذا بحطها في المكان الفاضي اللي وصلت اللي هو ايش؟ اللي وصلت له انا، اللي هو وين راح تكون؟ اللي هو راح تكون بعد ايش؟ ليش بحطها هنا؟ لان يعني عملت شيفت لل 204 وال 180 اللي هي اكبر من ال 165، فبحطها في المكان اللي وصلت له الفاضي اللي عملت له شيفتنج، فصارت ايش؟ موقعها هون. فاذا الطريقه هذه ايش؟ الباس هذه تكون بهي الطريقه. طيب ايش ضل في عند ال 180؟ عملنا لها سورتنج. ال 110 الان بدنا ايش؟ ال 110، ال 110 بقارنها بال 204 أقل، فإذا بعمل شيفت لل 204. ال 110 أقل من 180 بعمل شيفت، ال 110 أقل من ال 165 بعمل شيفت، ال 110 أكبر من ال 95 إذا بحطها في المكان الفاضي اللي هو إيش؟ محل 165،
طب وين راحت ال 165؟ ما انا عملت لها شيفتنج محل ال 180، فراح يصير موقعها وين حقيقة؟ اللي راح يكون موقعها ايش ال 180؟ راح يكون موقعها في هذا المكان. اوكي طيب، هذا بترككم انكم تشتغلوا انتم كلياتكم مره ثانيه هذا الاكسرسايز، وتعملوا شيفتنج بهذه الطريقه. كل مره نشتغل على ايتم، الاول نفترضه في بدايه اللي هو في بدايه السورتنج سورتد، ونبلش نشتغل على الايمنت اللي بعده، بعدين اللي بعده عن طريق المقارنه بهذا الاسلوب. اوكي طيب، any questions على اللي هو السيشن سورت سو فار؟ بهمنا الامبلمنتيشن، كيف ممكن نعمل اكسبريس او امبلمنتيشن لهذا الالجوريثم باستخدام اللي هو الجافا او السي بلس بلس او اي بروجرامينج لانجويج. طبعا انا عامل هنا ميثود، وهي جزء من برنامج راح احط لكم اياه الاي ليرنينج، اللي هي ايش؟ بابليك بويد انسرشن سورت. طبعا في عندي هنا انتجر الان والاوت، هذول اللوبس راح استخدمهم في عمليه اللي هي في عمليه السورتنج. لاحظوا ان فور اوت equal 1، إذن راح بلش من البوزيشن 1، يعني مش اندكس 0، من الاندكس 1 ولغاية آخر اندكس ان elements minus 1. طبعا هي أقل ان elements، النمبر في elements الموجودين في الاريه. أوكي الاوت بلس بلس وبزيد. الآن إيش اللونج تمبرري اللي هو راح يكون اللي بدي أرتبه، اللي هو راح يكون أنا طبعا ما بلش في أول element. ليش؟ لأن اعتبرت أول element زي ما حكينا قبل شوي، أول element إيش بيكون دائما نعتبره sorted by itself، عشان هيك راح نبلش من اللي هو الindex 1 أو الزيرو 1، أو عندي هنا في الimplementation اللي هو الout شو يساوي عندي هنا 1، راح يكون temporary يساوي الa out. أوكي فالtemporary باخذ الأول اللي هو الelement الموجود في الa 1 وبحطه بخزنه في temporary. ارجع لورا عشان اقارن، فاذا ببلش من وين المقارنه؟ من موقع الاليمنت اللي اخذته اللي هو الاوت، اللي هو راح تكون عندي من الان ايكوال اوت، يعني راح وايل الان اكبر من زيرو، يعني راح اضل امشي طبعا ماينس ان، راح اضل امشي بالعكس ايش تو ذا ليفت، وايل طول ما هي الان لسه ما وصلت الزيرو اللي هو اخر اللي هو اول اليمنت، والاي ان ماينس 1 يعني الاليمنت اللي قبل التم اكبر منه، معناته التم راح يكون وين؟ بدنا نعمل له ايش؟ بدنا نعمل شيفتنج لهذا الاليمنت، لانه التم ايش ماله؟ التم اقل من هذا الاليمنت. فالاي ان شو تساوي؟ اي ان ماينس 1، يعني اذا كانت الاي اذا كانت احنا بنشتغل على الاي 1 الان تساوي 1، فالاي 1 شو راح تساوي؟ اي 0، يعني ايش راح اللي في اي 0 عملت له شيفتنج للاي 1، فالاي 0 صار ايش؟ فاضي. وبعمل ايش؟ الان طبعا الان كانت مبدئيا شو تساوي؟ الاوت اللي هي 1 صارت 0، بمعنى صارت 0 راح اوقف، فمعناته الاي ان اللي هو اي 0 يساوي التمب اللي انا ايش بعمل له ايش؟ كومبرجن. الان ايش؟ خلصنا اللوب الداخلي، الان بدنا نزيد الاوت، بنيجي على الاليمنت اللي بعده، الاليمنت اللي بعده ايش راح يكون؟ احنا بلشنا في 1 واوت بلس بلس، راح نروح على الاليمنت اللي هو ال 2 الموجود في الـ A2 في الاندكس 2، الـ A2 هو التمب، فباخده بحطه في التمب وببلش أقارن فيه زي ما حكينا قبل شوي، إنه الـ N راح أبلش من عند الـ Out اللي هو من عند الـ 2، طول ما هي الـ greater than 0، طول ما في elements أكبر من هذا التمب اللي أخذته هنا، بدي أعمل shifting. كيف أعمل shifting؟ A الـ N اللي هي هذه الـ 2 اللي صارت في الحالة هذه 2، شو تساوي؟ A الـ 1 وانقص اللي هي الماينس ماينس ان، فصارت عندي 1. فبرجع مره ثانيه الان الواحد اكبر من الزيرو، الاي الزيرو اذا كانت اكبر من التم برضه بعمل شيفتنج هون ايش؟ الاي طبعا احنا الان صار كانت 2 صارت 1، الاي الواحد شو تساوي؟ الاي 0. فيعني هون المبدا الشيفتنج، هون هذا الجمله هاي الشيفتنج، هاي التمب كيف بخزن في التمب اللي كنت احكي عنها قبل شوي، انه كيف بنحط في التمب وبنرجع لورا، كيف بنرجع لورا؟ طبعا هذه بنعمل شيفتنج بهاي الستيتمنت، وبنضل ايش؟ ننقص الان وبنطلع من هذا اللوب في حالتين، يا اما بنوصل بدايه الاريه اللي هو الاندكس 0، يا اما ان بنلاقي اليمنت ايش ماله اللي خزناه في التمب اللي هو بيكون ايش؟ اكبر منه، يعني هو طول ما هو الاليمنتس اللي قبله greater من التم، فمعناته التم لازم يكون قبل، فبعمل shifting.
في اللحظة اللي بلاقي an minus one element less than التمب، معناته ايش التمب؟ لازم يكون في هذا الموقع، فبطلع من اللوب وبحكي الـ an البوزيشن اللي وصلت له انا يساوي التمب اللي هو ايش اللي انا اخذته او اللي عم برتب فيه. اوكي، طبعا يعني الالجوريثم او الكود يمكن شوي كونفيوزنج، بده شوي تركيز عشان تفهموه بشكل 100%. اوكي طيب، any questions so far على الكودينج اوف انسرشن سورت؟ في حد عنده اي سؤال على الانسرشن سورت؟ على الكودينج وان جافا؟ طيب، فاذا هذا هو الانسرشن سورت، وبالطريقه هذه بيشتغل الانسرشن سورت. اوكي الان يعني خلينا نشوف كيف بس الاناليسز لهذا الانسرشن سورت. طبعا الفيرست باث لما تكون الاري عندي ان، لما تكون الاري فور اكزامبل عندي 7 elements، how many conversions were made؟ طبعا في الفيرست باث ما راح اقارن الا ايش؟ 1 conversion. how many swaps؟ ما في عندي swaps، انا بعمل كوبي للايمنت وبعدين ايش بعمل؟ شيفتنج للايمنت. فاذا there is no swaps. وهاو ماني كونفرجنز وير ميد؟ اول مره بنعمل كومبير وحده بس بين الاول ايمنت والثاني، بعدين بنعمل ايش؟ تو كومبيرز في الورس كيس، بعدين بنضل ماشيين لان ماينس 1 كومبيرز. فاذا كيف الاناليسيز راح تكون؟ الفيرست باث 1 كومبيرجن 1 كوبي. في اسوء الاحوال ممكن ما نعملش كوبي، كوبي بيس، بس حقيقه في اسوء الاحوال. في السكند باث بنعمل تو كومبيرجنز، تو كوبيز، بعدين 3 كومبيرجنز، 3 كوبيز، لحد ما نعمل n minus 1 convergence and n minus 1 copies مش swaps. طيب اذا بدنا نحسبهم again راح يكون في عندي من 1 زائد 2 convergence زائد 3 لحد ما نوصل n minus 1. فاذا حقيقه هي n minus 1 زائد n minus 2 زائد لما نوصل convergence، نفس الايكويشن اللي اخذناه سابقا. طيب الكوبيز، الكوبيز راح يكونوا نفس الشيء اللي هو 1 كوبي زائد 2 زائد 3 زائد لما نوصل n minus 1، بمعنى آخر n minus 1 بعدين n زائد n minus 2 زائد n minus 3 and so n minus 1 زائد n minus 2 زائد، فراح ناخذ نفس الإيكويشن اللي أخذناها في sorted algorithm السابقين. راح يكون عندي التوتال اللي هو ايش؟ 2 في هاي المعادلة، وأخذناها سابقا كيف توصل ل n square minus n، وبناخذ أكبر تيرم اللي هو ال n square، وبيكون اللي هو البيج O n square. لاحظوا إنه الكومبلكستي والإكسكيوشن نفس الشيء لل 3 algorithms، بس ليش بنحكي انه هذا افضل؟ بنحكي هذا افضل حقيقه لاكثر من سبب، انه حقيقه نحن ما بنعمل سواب، بنعمل كوبي. وتخيل انه الاري لما تكون فور اكزامبل الاري لما تكون سورتد في البابل سورت راح ينفذ كل الكومبرجنز وراح يعمل ايش؟ السوابس. اذا طبعا ما راح يعمل سواب اذا كانت، بس راح ينفذ كل الكومبرجنز. اوكي الان و في السلكشن سورت نفس المبدا، حتى لو كانت سورتد راح يشتغل التو لوبس، بينما في حاله هنا لو كانت سورتد ما راح نعمل ايش؟ كل اللي هو ما راح نعمل عمليه الكوبينج. عشان هيك يعني اذا كانت سورتد راح يكون في عندي الران تايم اللي راح يكون او ان، راح يكون 1 كونفرجن 1 كوبي 1 كونفرجن 1 كوبي 1 كونفرجن 1 كوبي، فراح يكون ايش اللي هو او ان لما تكون الاري سورتد. فاللي بيميز هذا الانسرشن سورت انه حقيقه انه في حاله اذا كانت الاري سورتد it will not copy anything، يعني راح يعني it will realize انها الاري سورتد وما راح يعمل عمليه الكوبينج ولا الكومبرجن. الكومبرجن راح تكون between only two elements، مع الإليمنت اللي قبله ويوقف. عشان هيك البيج او في احسن الاحوال لما تكون الاري سورتد اللي هي او ان، اذا كان جزء من الاري سورتد برضه راح يكون ايش؟ او ان. بينما في اسوء الاحوال طبعا راح يكون اللي هو ايش؟ الاو ان سكوير، زيه زي البابل سورت وزي اللي هو السلكشن سورت. ايش هي الخلاصه اللي بدنا نوصل لها؟ انه حقيقه هذا الالجوريثم نستخدمه انه حقيقه اذا كانت جزء من الاري ممكن يكون سورتد، يعني اذا كانت الاري سورتد بدي اضيف لها اليمنت بستخدم هذا السورتنج الجوريثم، لانه ما راح يكلف كثير، بس راح يعمل 1 اللي هو كوبي للاليمنت اللي هو سورت للاليمنت الوحيد اللي عملته اخر شيء. اوكي فاذا هذه ميزات اللي هو الانسرشن. طيب مين في عنده اي سؤال سو فار؟
That our insertion sort in general, I want you to think about it, and I want, as usual, إنك تحاول إنك try to إنك تعمل implementation في الجافا بينز. وراح أحط الكود تبعه على الموقع اللي هو راح أحط على الموقع تبعنا اللي هو على الـ e-learning. وحاول إنك تطبقه وتشوف إيش الفرق بينه وبين اللي قبله عشان ما تصير تخربط بين بهذول الالجوريثمز كلهم مع بعض. أوكي، عشان ما تخربط بين اللي هو البابل سورت مع السلكشن سورت مع الانسرشن سورت. طيب بس لحد ما نكون احنا يس هيك نوقف عند اللي هو الانسرشن سورت والنكست كلاس وي كونتينيو اللي هو اخر توبيك في هذا الشابتر، اند وي ستارت وذ انتدكشن للنكست شابتر.